معانا دلوقتي الأستاذ أديب السيد الخبير بالشؤون الروسية والعلاقات الدولية. دكتور أديب، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا بك يا فندم. يعني بداية كده، ما هو الوضع تحديدا في أوكرانيا؟ طبيعي أنا الآن موجود في موسكو، ولكن أستطيع أن أتحدث عن البيان الذي ألقاه أو الخطاب الذي وجهه الرئيس بوتين للأمة صباح اليوم، والخلفية التي تقف وراء هذا الخطاب الهام وبالحقيقة المصيري في التاريخ المعاصر لروسيا الاتحادية والإقليم المحيط فيها. نعم، يعني بالحقيقة روسيا تحملت الكثير خلال الأعوام الماضية، ويعني من قبل الغرب كان هناك فعلا يعني تبني كامل من قبل الغرب لسياسة لما يسمى بسياسة ردع روسيا، وهذا الجانب لم يكن يتعلق فقط بالمجالات العسكرية والحربية والدفاعية، بل صراحة تناول حتى لقمة العيش لدى الشعب الروسي، وأقصد محاولة تعطيل خطط التنمية، وأطلب بذلك ويعني أدلل على ذلك بمثال بسيط. منذ سنوات طويلة وبمجرد تفكير الروس بإقامة خط سير الشمال 1 وسير الشمال 2، قامت الدنيا في الغرب ولم تقعد في محاولة لتعطيل هذه النقلة النوعية في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وغيره من المناطق في العالم، والتي من شأنها أن تعود بعائدات هامة على الاقتصاد الروسي. هذا المثال ممكن تعمميه على كافة المجالات في العلاقة ما بين روسيا والغرب. ثم فيما يتعلق بدنباس وفيما يتعلق بالاعتراف الروسي باستقلال إقليمي لوغانسك ودانيسك، هناك قاعدة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وهي أنه عندما تنشأ سابقة من قبل أي طرف، فبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على الآخرين بأنهم يحاولوا أن يعيدوا هذه السابقة. عندما قام الغرب وحلف الناتو بقصف يوغوسلافيا واقتطاع إقليم كوسوفا منها والاعتراف باستقلالها بدون أي قرار من مجلس الأمن الدولي، هذا الغرب الذي خلق هذه السابقة يلوم الآن روسيا على أنها بالضبط تعيد تكرار هذه السابقة. ولكن نعم، ولكن دكتور أديب، حضرتك تحدثت عن يعني محاولة من الغرب بردع بوتين في البداية، واليوم نتحدث عن شن عملية عسكرية على منطقة دونباس في أوكرانيا. هل نحن اليوم أمام نظام عالمي جديد، هذا النظام ترسم ملامحه بسياسة الردع؟ سؤال جوهري وجميل جدا. نعم، نحن الآن نقف على أعتاب بلورة نظام عالمي جديد، ولكن وهنا يجب أن نتفهم أو نحاول أن نفهم الموقف الروسي بدون عواطف بالحقيقة. تفضل يا فندم. عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو باحتلال دول وإسقاط أنظمة سياسية في دول أخرى والسيطرة على أجزاء في دول ثالثة وسرقة نفطها وأموالها، كل هذا تم من خلال الضرب بعرض الحائط كافة المواثيق ومبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأ الذي ينص على ضرورة معالجة النزاعات بالوسائل السلمية وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها. هذه مبادئ جوهرية وهي التي كرست بعد الحرب العالمية وهي التي أريد يعني دكتور لها. مهيب، وأنت تتحدث الآن، هناك يعني أخبار عاجلة بانطلاق صافرات الإنذار في كييف، وأيضا الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب. تفضل يا فندم. نعم، بالحقيقة يعني وهذه مسألة يجب أن أوضحها، بأن العمليات القتالية جزئيا تدور في منطقة دونباس أي لوغانسك ودانيسك، ولكنها الآن تتركز بصورة أساسية
في المدن والمنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، لأن ذلك مرتبط بخطأ ارتكبته القيادة الأوكرانية قبل 3 أيام عندما أعلنت على الملأ أنها تريد العودة لامتلاك السلاح النووي. هذه كانت الشعرة التي ظهرت قسم البعير. كيف يمكن لروسيا أن تسمح لدولة يعني نظامها معاد لها بأن تمتلك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل وهي تقع على بعد أمطار منها؟ هذا الوضع لم يكن لروسيا أن توافق عليه وأن تقبل به. وأنا أستطيع أن أؤكد لك، ونحن نقيم هنا منذ عشرات السنوات، أن الجانب الروسي أقدم مضطرا على اتخاذ هذه الإجراءات للحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ. الأسوأ يتمثل في أن النزاع الأوكراني لو بقي دون حل لأدى حتميا إلى حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية. أي ليس حرب عالمية ثالثة، بل دعني أقول الحرب العالمية الأخيرة، لأنه لن يبقى بعدها حياة أو يبقى بعدها أي كيانات أو أنظمة سياسية. لذلك أعود إلى النقطة التي توقفنا عندها، وهي أن من قام بتدمير مبادئ القانون الدولي ومن داس على ميثاق الأمم المتحدة، ونحن في المنطقة العربية نعرف، جربنا ذلك على جلودنا، ماذا يعني أن تدوس على مبادئ القانون الدولي؟ الآن لا يستطيع أن يلوم روسيا لأنها لا تتمسك بهذه الأعراف. هم من خلقوا السابقة وهم الآن من سيدفع ثمن. وآمل أنا طيب يعني دكتور أديب يعني عذرا المقاطعة، ولكن أتمنى أن تبقى معنا.